والأستاذ محمد تومة نائب رئيس اتحاد الملاكمة، الاتحاد المصري للملاكمة، معانا في هذا الإطار. أنا بشكر حضرتك لسهرك معانا، أنا آسف إن أنا مسهر حضرتك ويعني عامل لك قلق في هذا الإطار يا أستاذ محمد. لا أبدا، تحت أمرك، أهلا بيك يا فندم، أهلا ونسعد بحضرتك. بلقائك ولقاء الإخوة ربنا الأحباء. يخليك يا فندم. هل هذا الخبر صحيح؟ بطل مصر في الملاكمة يهرب إلى أمريكا؟ لا هو الحقيقة هو راح فعلا أمريكا، لكن ليس هروبا، لأن لو قلنا هروبا يبقى عامل اجتماعي هو اللي خلاه هرب إلى أمريكا. العامل الاجتماعي وهو حتى الآن عنده 33 عام تمام. ولم يعينه أو تعينه الوزارة، وزارة الشباب والرياضة، تمام. أو يعينه أي أحد في أي أحد الشركات في مصر، ليكون مواطنا رياضيا صالحا وله العديد من الـ يعني أقدر أقول الخير على مصر تمام كلها. هذا الرجل لعب معانا ملاكمة فترة طويلة منذ الصغر، تمام. وكان قاعد لاعبي بورسعيد وأعرفه جيدا، ولكنه في الفترة الأخيرة وبدأ يسأل ويقول طب أنا بعد سني ما يجي للاعتزال أنا هشتغل إيه؟ أنا النهاردة بشتغل كملاكم، ايوه، الاتحاد المصري للملاكمه بيعطيني حوالي 6000 او بيعطيني يعني حوالي 6000 جنيه، والقوات 6000 جنيه يا المسلحه فندم في الشهر ولا في 6000 ايه؟ في الشهر، في الشهر، تمام. والقوات المسلحه بتدي له حوالي 5000، يعني بيحصل له حوالي 11000، 12000، تمام، واخد بال حضرتك؟ تمام. وهو عنده اسره، تمام، عنده اولاد، تمام، بتروح المدارس، محتاج مصروفات، محتاج ده، دي صحيح أسرة، صحيح أسرة، صحيح تمام؟ صحيح بعد ما يبطل هيروح صحيح فين؟ صحيح هذا اللاعب أعتقد إنه راح يشوف مستقبله ومستقبل عياله، لأن إحنا لم يستطع أحد في مصر أن يقوم بتعيينه، لكن الاتحاد المصري للملاكمة لا يتهم بشيء، لأن إحنا وفرنا له كل شيء تمام وقت أن كان متواجدا معنا ويتدرب من أجل مصر. إذن هو لم يهرب، هو يبحث عن لا لقمة عيش، يعني أقول كده، أو لا زيادة طبعا الدخل، أو طبعا، تأمين مستقبله. حلو أوي تأمين تأمين مستقبله. مستقبله ومستقبل أولاده. لكن هو ما هربش. لا ما يهربش، يعني ما فيش واحد يلعب ملاكمة ويهرب من المسؤولية أبدا، لا بس هو هيسافر المسؤولية وياخد الجنسية، بيقول معلنا سفر الولايات المتحدة للحصول على الجنسية واللاعب لها في بطولة العالم المقبلة. كل إنسان بيستطيع أن يروح أمريكا ليجد عمل وبياخد الجنسية ويصبح برضو يعني مؤهل إن هو يستطيع أن يقوم بتربية أولاده لا أنا بتكلم يا تربية فندم، صالحة. هو الخبر بيقول إنه هو هيروح أمريكا للحصول على جنسيتها واللاعب لها في بطولة العالم المقبلة. هو مش هو بس، كل إنسان يتمنى يروح أمريكا ويحصل على جنسيتها. عادي جدا إن أي إنسان يهرب لأمريكا عشان ياخد جنسيتها، ولكن دي بتحتاج إلى إجراءات كبيرة وطويلة جدا. لكن أنا بقول يا جماعة خدوا بالكم من الناس اللي زي طب معلش فلان. بس انا هرجع لحضرتك لحسن، ربما حد يزايد على حضرتك في الكلمه دي. حضرتك بتقول كل انسان هيبقى سعيد او حاجه كده، حضرتك قلت لي ان هو يسافر لامريكا ويحصل على جنسيتها. لا مش يبقى سعيد، قلت لحضرتك كل إنسان، مش بتكلم عن مصر فقط لا غير، أي واحد يروح أي دولة أوروبية أو دولة أو أمريكا، تمام، وياخد جنسيتها، ده بيحاول أو متهيأله إن هو يصلح حياته الاجتماعية، تمام؟ هروبا إن عدم وجود عمل مثلا بمصر أو عدم وجود عمل بأي دولة أيا كانت نامية. لكن أنا بقول يا جماعة خدوا بالكم، إحنا عندنا لعيبة، أيوة، مش في الملاكمة بس، أيوة، في كرة القدم، أيوة، لعيبة في كافة الألعاب الفردية، أيوة، تستطيع أنها
ايوه تصل للاولمبيه. ايوه ودي ليس لها مستقبل اجتماعي. ليه؟ لان هو الراجل وهو لاعب بنعطي له كل اللي عندنا، لكن تو مبطل او اعتزل ما بياخدش اي حاجه وبيصبح تاني في دوامه كبيره بدون عمل. طب هو سافر من خلال الاتحاد يا فندم؟ يعني اختاركم انه مسافر وانتوا عملتوا له الاجراءات، ولا هو سافر لوحده؟ لا، هو الراجل اختار الاتحاد انه مسافر يقوم بعمليه تدريب في امريكا. هو سافر قبل كده عمل عمليه تدريب العام الماضي تمام، او البطوله اللي قبل اللي فاتت تمام، ونجح فيها وترفع مستواه فعلا وكان حقق بعض البطولات. وطبعا احنا كاتحاد ملاكمه ما عندناش اي مانع ان اي واحد يستطيع ان هو يزود جرعه تدريبه في اي مكان الاتحاد معاه، لان احنا بنعمل لصالح مصر. تمام تمام. عموما انا بشكر حضرتك شكر جزيل، واسف لان انا سهرت حضرتك، لكن مداخله حضرتك مهمه قوي وتوضيحيه وبدبلوماسيه برضو. يعني حضرتك تناولت المساله بكل دبلوماسيه، فانا بشكر حضرتك.